مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تحضرونا. نحن اليوم من قلب عاصمه المانيا برلين، حناخذكم على عراقه المطبخ السوري. نحن اليوم متواجدين امام مطبخ ابو حدو. ابو حدو هو اول مطعم بالمانيا بيقدم لك اكلات الوالده على اصولها، يعني محاشي، رز فاصولي، فريكي وغيره، وكمان بيعمل لك الاكلات يلي ما بتعملها الوالده. عد معي: لسانات، انخاعات، مقادم، فوارغ، واكيد غيره كتير. خلونا نتعرف على مطبخ ابو حدو ونتنسم عبق ياسمين الشام. يا جماعة، قبل نفوت على المطعم لفتني المنيو، 111 أكلة بيقدمها مطبخ أبو حدو. خلونا هلأ نسأله ونتأكد من هاي المعلومة. يا أبو حدو، شو أخبارك؟ أول شيء حنتشكرك على استضافتنا اليوم ببرنامج طبق بلد. نحن اليوم حنعرف المتابعين على المطبخ السوري وعراقة المطبخ السوري. مين منا ما بيعرف الأكلات الشامية والحلبية وغيرها؟ هذا الشرف لنا. قبل ما فوت قرأت برا مكتوب 111 أكل على المنيو. هلا هي رقم والله حقيقة؟ هذا حالياً اليوم بيلعب. حالياً. رمضان 150 إن شاء الله. هلا ما بعرف، حسب معلوماتي اول مطبخ بالمانيا بيعمل عدد هالاصناف بالمطعم. الاصناف الشرقيه بشكل عام كلياتها تقريبا 90%، والغربي قسم صغير. حلو، بس يعني عملنا مطبخ شامل تقريبا للشرقي. حلو ما شاء الله، يعني شايفك مجهز للامور والبخار عم يطلع من الاكل، يعني اكلات عن جد. يعني مش هي مش بس يعني سوريه، كمان عربيه. يعني المطبخ الشامي واسع، بلاد الشام المطبخ واسع. مثل ما شايف عندنا فريكي، منسف، فوارغ، وكثير اشياء، كباب هندي، ورق عنب، كبه لبنيه، شاكريه، فاصوليه، لكن عم طاوله كل البيمه. خلص الامور تمام. لكن مشاهدينا الكرام، خلونا نبلش الحلقة من مطبخ أبو حدو ونتعرف على أشهى الأطباق الموجودة معنا اليوم. ابو حدو، مجددا برحب فيك ببرنامج طبق بلد على قناه ماي تي في. هلا انا بالمقدمه ذكرت انه مطبخ ابو حدو او المعروف بالعجمي هو اول مطعم بالمانيا بيقدم الاكلات اللي بتطبخها الوالده. تمام، بدك تحكي لي هلا مين هو ابو حدو وفكره انشاء المطعم، وهل هي وليده المانيا ولا من سوريا انتم بتشتغلوا بهذا المجال؟ طبعا من سوريا، طبعا من سوريا. احنا بنشتغل بهذا المجال من سنه 1990. حلو. تمام، حلو. كان عم 12 سنه تقريبا، يعني اكثر من 34 سنه. اكثر تقريبا 34 سنه ما شاء الله. انا طباخ من زمان، يعني معنا مطعمين بسوريا الحمد لله، كلهم ربعاني لحد الان موجودين. كمان الاسم ابو حدو ولا العجمي؟ الكمال. الكمال، تمام. حلو. الكمال والكمال جديد، كلهم ربعاني. وجينا هون على المانيا بتقدر كل العالم، واشتغلنا عند المطاعم العربيه. صحيح. ما لاحظنا احنا انه ما في ولا مطعم بينزل مطبخ شامل، يعني المطاعم كده مختصة على أكل أكلتين ثلاث أكلات. حبينا نعمل فكرة ننزل كل الأكل العربي تقريبا، الطبخ العربي، الطبخ العربي بالإضافة للمشاوي، بالإضافة للغربي. يعني معروف مطبخ الدمشقي إنه مطبخ واسع 100%. ضفنا عليه كم أكلة فلسطينية، كم أكلة لبنانية، كم أكلة أردنية. هو مطبخ مشترك، يعني الأكلات السورية يعني ما مميزها لأنه صحيح، بس اختلاف بسيط. اختلاف بسيط، بدل الكزبرة مثلا بقدونس، بدل الدقة شيء ثاني. حبينا نرضي كل الأذواق طبعا. حلو، والحمد لله. من أي سنة هذا الحكي؟ يعني أي سنة افتتح مطعم العجمي اسمه بعتقد بشارع العرب الفرع الأول؟ 2015. حلو، 2015. يعني بدايه موجه السوريه، بدايه موجه السوريه. طبعاً. صحيح. فتحنا مطعم الحمد لله لحد الان، فضل رب العالمين. يعني انت كنت خيار الشباب يلي من غير شر ما عنده اهل هون. طبعاً. يروح يرجع ياكل اكلات. طبعاً. البيت بطريقه عن جد يعني عصوله. احنا بقصدنا الشباب ما تتجوز. حلو، اكثر الشباب بعد الجوز. طيب، يعني هي كونه هي كانت الفكره الاولى، كيف بالبدايه لقيت الاقبال عليها؟ طبعا من رب العالمين، من اول يوم
لحد هاللحظة هاي أفضل الحمد لله كلهم رباني. تمام. أفضل كبير الحمد لله وكل يوم عم بيزيد. شو أكثر أكلات يعني اليوم اللي بيطلبوها العالم؟ هاي الأكلات بس الصعبة مثل المحاشي والفوارغ؟ يعني عليك الأكثر شيء المطلوبة الفوارغ عنا السجقات اللي هي يعني نفسها مع الفوارغ وأكلات اللبن والمحاشي والورق العنب. حلو. أكثر شيء هذا المطلوب عنا يعني. بيجي عندك المناسف كل أنواع المناسف طبعاً. أبو حدو أنت ذكرت المنسف وهون يعني نقطة الخلاف. مش خلاف ولكن في المنسف الفلسطيني، المنسف الأردني، المنسف في على الطريقة اللبنانية وفي على الطريقة السورية. أبو حدو أي منسف بيقدم اليوم؟ عندي المنسف الأردني، المنسف السوري والمنسف السعودي. تمام؟ هلا الاسم بشارع العرب العجمي والاسم هون أبو حدو. هلا عرفنا عن حضرتك وهل أنت أبو حدو؟ أنا أبو حدو. الكل بيسأل يعني. تمام أنا أبو حدو. إيش بين أبو حدو؟ يعني اسم أبو حدو ده لقبي أنا. اللقب صحيح. طبعاً. حبيت اسمي هذا الاسم انه بهذا عندنا بسوريا اسم دمشقي حلو يعني بيطلع عندنا اسم عريق بدل على الاكل بدل على الاكل بدل على الدمشقيين يعني طبعا. حلو مشان هيك حبيت اسميه باسمي يعني. مثل ما شايفين هلا اكلات ابو حدو وصلت هلا حتنزل اليوم 111 اكله ولا الطاوله انا نزلت لك انا قسم بسيط الروس حلو قسم بسيط هاي الروس تمام حلو الفريكه الفريكه بعتقد هي اكل سوري بامتياز تمام بس الفريكه محافظه محافظه طبخه بسوريا بتختلف تمام حلو هون عندنا المنسف السوري المنسف الاردني الاردني تمام عاد اللي عندنا اخواتنا الاردنيين في طريق جميل احنا بالمطاعم يعني بالمطاعم الفوارغ النيفه جنيب هاي الفوارغ النيفه تمام يعني عليك حلو احنا عم نحكي على الاكل العربي تمام وكلاتنا بنعرف اكلنا دسم تمام بدك تقول لي تجربه الالمان هل فاتوا على المطعم هل لا. جربوا هل عم يجربوا عم يجربوا الالمان وفي كثير كثير متفاجئين بالاكل استغربوا منه متعودين مفتكرين الاكل العربي فلافل حلومي مقالي 100% تمام هذا عن شاورما صحيح شاورما مطبخ السوري حمص المطبخ العربي بشكل عام تفاجئوا كميه التنوع تنوع وفعلا في اقوال طيب في سؤال يعني بياكلوا الفوارغ؟ جزء بسيط منه هي اكلات غريبه عليهن احنا ما اكيد ما حنلومن ولكن انه مثل ما احنا بنعرف الشعب الالماني شعب بحب يجرب الثقافات طبعا. الاخرى وخصوصا طبعا. بالاكل طبعا. ولكن مثل ما انت قلت يعني انه اذا بده ياكل الاكل العربي بيروح بياكل فلافل وحمص وخلص يعني مش الحال وتعرف على ثقافتنا وبيستغربوا كثير من المحاشي انه كوسه محشيه بالرز واللحم هيك استغربوا انه فيها حلو تمام هلا ابو حدو مثل ما احنا شايفين يعني هاي اكلات تعتبر صعبه واكلات طبعا. كمطعم يقدمها خصوصا هون يعني ببرلين انه بلد مش عربي فالاقبال اكيد حيكون يعني كثير طبعا. كيف قادرين يعني تتماشوا مع هاي الحاله يعني الانتاج يعني الورق عنب صعب كثير بده شغل يعني بقصد المحاشي بين الحفر بين الحشي والطبخ كيف قادرين يعني تنسوا هذا الموضوع عندي جروب عمار كل حدا مختص فيه طبعا. حلو يعني عندي مثلا جروب مختصين بالمحاشي بالورق العنب اكلات الرز عمال ثانيات وبشكل يومي الحمد لله كل يوم يكون عندنا جاهز هذا سؤالي يعني بشكل يومي هاي الاكلات متواجده بشكل يومي احيانا هاي الاكلات موجوده زايده ما يكون ناقص يكون في اكلات زايده طب هلا شو طموحك العدد هلا 111 موجودين شفناهم وفعلا يعني اكلات حقيقيه انه 111 طبق يعني فعلا في تنوع وبعد في اشياء ما نزلت ولو المكان مش المكان كمان حتى نحن ما بنقدر ناكل هالكميه كلها طاوله ثانيه رايي لا ما مشكلة خلص بعتقد يعني الأطباق واضحة ومتنوعة ومهنة نوسع كم أكلة مغربية من المغرب العربي حلو طواجن بإذن الله على رمضان يكون هذا حلو مشاهدة الكرام بعد ما أعدنا تجهيز الطاولة لأنه أبو حدو مصمم ينزلنا بعد كتير وجبات ولكن أنه خلاص لهون بكفي لحتى نقدر نتذوق جميع الأصناف أبو حدو اللي لفتني بالانتباه أنه نوع الأطباق النحاس كيف إجتك الفكرة يعني أنه تقدم بمطعمك لأنه ما شاء الله يعني في أوقات المطعم بيعجب فبدك كمية كتير كبيرة من النحاس فكيف إجت الفكرة يعني والله أنه ذوقيا العين بتاكل ومنظر الصحن يطلع هيك أحلى حلو بيحافظ على درجه حرارته اها يعني نزل درجه حرارته يعني هو ما بس شكل كمان في له مثلا نزل درجه حرارته مين
بعد ربع ساعة 10 دقايق 100 بتم حلو بيحافظ على درجة الحرارة وبشكل ثاني انه منظر لائق واحلى حلو ابو حدو هاي الكبة على الطريقة الحلبية ولا كبة الصاجية على الشامية لا الطريقة الحلبية كبة الحلبية حلو كبة المشوية على الطريقة كمان الحلبية عندنا كبة النادية بالمزرعة حلو المطبخ الحلبي والشامي ما في اختلاف كبير ما في تمام شيء بسيط يمكن بدها سامي ولا كيف شيء بسيط يعني نوع بالبهارات نوع بالحد الاختلاف تمام كل المحافظات السورية بين محافظة ومحافظة في اختلاف بسيط بين. الاجانب يعني مش عرب بس يفوتوا على المطعم بيستغربوا ان احنا بناكل السناك بيستغربوا الصناعة ياكلوها والله في منه بعض الالمان تمام حلو هلا بصراحة أنا عربي وبحياتي ما جربت للسنات وما بعتقد حجربها يعني هي أذواق سبحان الله تاخذون المشاوي حلو كباب شيء ما في مكان نحطوا المشاوي لازم نشيل شيء هلا يا جماعة مشاوي أبو حدو بصراحة الريحة يعني شيء كتير روعة هلا أكيد أنا بنصح كل واحد ببرلين يجي يجرب مطبخ أبو حدو ويلي من برا برلين أو برا ألمانيا ما له غير مطبخ أبو حدو لحتى عن جد يتذوق هاي الأكلات العربية هلا بدنا نحكي خلاص عربية لأنه كلاتنا يعني بكل البلدان العربية طبعا. بتعمل معظم الأكلات ولكن أنا عندي سؤال مين بيطبخ الطبخ؟ الطبخ كلياته أنا بطبخه حلو معي كادر بس 90% أنا بطبخه يعني إشرافك؟ إشرافي كله حلو طلع مو إشراف طبخ يعني يعني هلا طبخك مع طبخ نفس طبخ. 34 سنة طبعا. من الخبرة تمام طبخي كله طبخ تقريبا حلو هم فضل ربي عن هذا الشيء بحب اشتغل بايدي كل شيء يعني. طيب ابو حدو نحن بس ريحه هلا لازم ندوق شو بدك يعني بلش جرب بلش فوارغ خلص حنبلش هلا بالفوارغ على راي ابو حدو اول شيء تفضل بسم الله الحشوه طبيعيه رز ما هيك رز ولحم لازم تعملها على الطريقه المغربيه او المغرب العربي بيحشوها بقدونس وحمص وكثير بهارات نحن الفوارغ عم نعاني منها مشكله كبيره يعني مستوى سوريا كل حاره بسوريا بتصير يشكل تمام حلو انا اختصرت الموضوع عملتها على طريق المطعم ابو حدو للامانه انا اول مره عم باكلها من بعد 9 سنين تمام وبصراحه يعني مش مجامله مش كرمال التصوير نفس اللي باكلها بالبيت هاي اليوم عم ناكلها بالمانيا انا عندي سبب في مطاعم في اماكن بيحطوا لها حمص في اماكن بيزودوا لها بهارات انا عملتها وسط يعني هلا انت هيك محافظ على الطعم الاصلي يعني بتطلع طعم السجقات 100% الاضافات الثانيه اذا حب زبون يضيف بنضيف له عليها حلو استعملتها لترضي يعني كل الأذواق بفضل من رب العالمين كل راضيان لا بصراحة ما شاء الله يعني الأكل كتير طيبة أنا بدي أجرب المشاوي كون وجه سخن طبعا. هلا بتعرفوا إحنا عم نصور فالأكل ممكن يبرد فنحنا بدنا مرة هلا شوي نتذوق لحتى نحكي لكم بكل صراحة وأبو حدو أنت بتتقبل يعني طبعا. أي تقييم طبعا. إحنا ما بنقيم الأكل ولكن أي ملاحظة معلم محلك اعتبر حالك الله يخليك حنبلش هلا بالطوق صراحة أبو حدو يعني الطوق كتير طيب صح بس هذا على الطريقة اللبنانية صح على الطريقة اللبنانية أنا من لبنان وبعرف على الطريقة اللبنانية أنا لأنه أنا مشكل المطبخ العربي حلو يعني راضي كل الأذواق حلو زبايني أنا صح. من لبنان من فلسطين من سوريا من المغرب العربي ما في نحط واحدة عليه لأنه ذكرها أنه هو منوع عم بيدخل أكلات طبعا طبعا حلو لازم نحن عرب لا لأنه نوع البهارات يعني بصراحة بهارات صح صح لأنه نحن بتعرف ناكل الطوق فبنجربه من مطاعم ثانية خصوصا بالدول خارج المانيا يعني معظم المانيا بيعملوها تقريبا صح ولكن هون يعني طعمه مثل بيقولوا الفلفل الاحمر طبعا يعني عليه في ناس ما بيحطوها بيحطوا كاري بداله احنا بسوريا ما بنحطها ما بتحطوها بسوريا انا عملتها بطريقه لبنانيه انا دغري ميزت من الفلفل الاحمر لانه في مطاعم بيحطوا لبن وكاري وبعض البهارات هو الصراحه انا اخترت من كل مطبخ عربي يعني شيء مميزين فيه حلو نزلته عندي منيو كامل حلو وهلا الجديد باذن الله مطبخ المغربي باذن الله هي بالي يعني حنيجي ونصور حلقه لحتى نجربه ان شاء الله ان شاء الله راح يكون جاهز على رمضان حلو هلا بدنا نجرب الشقف ان شاء الله بتعجبك الشقف قول واضحه هي فلفل اسود وملح وين ما كان تمام حلو يعني كثير طري مثل ما بقول مثل الخس طبعا ما فيها دهن كثير الدهن بحطه لحاله طيب افضل صح الدهن بيجي لحاله صح هاي الدهنة على سبيل المثال واللحمة لحالها لحتى في ناس ما بتحب تاكل دهون فمش مضطر يعني ياكل اللحمة بدهنة بدل انا يعني انا روحي بالدهنة هاي دهنة خدها عندي هي وضع لك وضع خلص حلو
هلا انا مش حاكل كثير مشاوي لانه بصراحه حاب اكل طبخ اكثر، ولكن لازم ندوق الكفته وهي سخنه. هلا بنصحي المية ونرجع مره ثانيه، لكن على التصوير بتحضر الحلقه جاهزه، ولكن احنا من وقت عم نجهز. وهجوم وهجوم، لا بنطفي الكاميرا وهجوم. تمام. بتحب تدوق اليالوجي؟ اكيد. على شغل بيتي يعني، مو شغل معلبات. على الطريقه التركيه ولا على الطريقه الدمشقيه؟ الدمشقيه. تمام. في اختلاف كبير بينه وبين العلب. شو محشيه بتكون؟ خضار ورز. خضار ورز حلو. لا بصراحه طيبه، مش حادة وحموضتها يعني عطيطة. شغل بيت يا صح، شغل بالبيت نساويها، مو نجيبها معلبات. عندك البطاطا المقلية؟ البطاطا المقلية أهم أهم شيء على السفرة. هلا مثل ما خبرتك أنا حلقتنا هي مش تقييم، هي حلقتنا هي طبق بلد، تعريف الناس على ثقافة الشعوب. نحن اليوم يعني تشرفنا بتواجد بالمطبخ السوري عند أبو حدو، مثل ما ذكرنا بداية الحلقة أبو حدو سفير المطبخ العربي. رضي بارك فيك. فأكلات كتير طيبة. إذا ما في تقييم فالتقييم يعني كتير ممتاز. رضي بارك فيك. بدون مبالغة، واللي ما مصدق في يجي ويجرب. خلينا بس نعرف العنوان وين موجود. كماكش طاسة 175. هذا الفرع الثاني. الفرع الأول. الفرع الأول زون الأريمي، زون الأريمي 44. حلو. أبو حدو حابب ما يختم حلقتنا يعني بعد أيام شهر رمضان الفضيل. طبعا. شو مجهز لنا يعني؟ بالنسبة للأكل. المينيو اللي شفته تقريبا 104 انواع، بدي اضيف عليه الاكل المغربي ان شاء الله. حلو. وبدنا نعمل مثلا عصائر، نعمل تمر هندي يعني، عرق سوس، توت، تمام، توت، بردقان، المشروبات الرمضانيه. حلو. وبالاضافه عم نعمل قسم خاص للعائله يعني. أه. صاله جوا هلا عم نفتحها باذن الله اول يوم رمضان. حلو. افتتاحها يعني اللي عامل عزيمه بده يجي يقعد بمكان خاص كانه ببيته. صحيح. هذا قسم خاص للعائله. حلو. على الطريقة الدمشقية. أبو حدو أنا بختام الحلقة بدي أتشكرك. ربي بارك فيك. أولاً على حسن الضيافة. ربي بارك فيك. ثانياً على الكرم. ربي بارك فيك. شكراً لإلك، وإن شاء الله إحنا نتمنى لك التوفيق والنجاح. ربي بارك فيك. وبانتظار تصوير حلقة بالفرع الثالث إن شاء الله. بإذن الله. شكراً لك في برنامج طبق بلد، شرفتنا. ربي بارك فيك. وأخذتنا برحلة على سوريا، تذوقنا جميع الأكلات. أو معظم الأكلات، بس هي موجودة، ولكن برأيي رحلة على الوطن العربي. تمام، على الوطن العربي. ربي بارك. أخذنا برحلة على الوطن العربي وتعرفنا فيها على أصول الطبخ. ربي بارك. شكرا مرة ثانية على حفاوة الاستقبال، والله يعطي العافية للشباب كمان. ربي. عزبناهم. ربي بارك. تحب توجه كلمة قبل ما نختم حلقتنا؟ وجه كلمة للشباب العرب يزوروا محلي، للعائلات العربية يزوروا محلي، يعطوني تقييمهم ملاحظاتهم عشان نتقبل كل شيء. أنا بالوقت من الحلقة بصراحة حابب أدوق الفريكي. السبب هو لأنه أنا كل مرة بس تيجي عبالي بحاول بطبخها بالبيت تطلع معي خابصة. ليش ما بعرف، هلأ بتعلمني بعد الحلقة، بس ولا مرة زبطت معي. فكتير طيبة. مشاهدينا الكرام، لهون بتكون خلصت حلقتنا من برنامج طبق بلد. اليوم غصنا بالأكلات العربية، خصوصا الأكلات السورية. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.